يصادف هذا اليوم الثلاثاء اليوم الوطني لإحياء ذكرى ضحايا مذبحة نانجين في عام 1937. بهذه المناسبة أقيمت هذه المراسم في القاعة التذكارية بمدينة نانجين الواقعة شرق الصين. آلاف من الحاضرين خصيصا للمراسم وقفوا دقيقة صمت أحياء لذكرى الضحايا البالغ عددهم حوالي 300 ألف شخص قتلوا على يد الغزاة اليابانيين خلال احتلالهم للعاصمة اليابانية السابقة في الحرب العالمية الثانية، ثم يستمع إلى إعلان السلام الذي تمت قراءته بصوت عال وقرع عقبه جرس السلام. هذا وأعلنت الصين في عام 2014 أن يوم 13 من ديسمبر هو اليوم الوطني لإحياء ذكرى ضحايا مذبحة نانتين الذين قضوا في عملية قتل عشوائية واغتصاب لآلاف النساء لمدة 6 أسابيع انطلاقا من يوم 13 من ديسمبر في عام 1937. تقذف المراسم التذكارية لضحايا مذبحة نانجين إلى الحفاظ على ذكرى لا يمكن نسيانها والدفاع عن حقيقة لا يمكن إنكارها. لا ترمز المراسم إلى مواصلة الكراهية وإنما الاستثارة على الرغبة في السلام.